spasova, da skuši nek se ovo. انا بشكر معالي الوزير على يعني عليكم حسن التقديم وعلى وحضوره بصفه خاصه. ده شيء عظيم جدا وشيء رائع ان اجي معرض الكتاب الاقي معالي وزير الثقافه موجود. ده شيء عظيم جدا. صافي شكرا. بدون صريح بدون صريح. محمد رمضان مرحبا بك مغرب. اهلا بحضرتك. مغرب معك محتوي. الله يحفظك. سعيد جدا جدا بوجودي في معرض الكتاب وسعيد بالخبر اللي عرفته من معالي الوزير ان اكبر مشاركه في معرض الكتاب دار النشر ديار النشر المصرية، فمبسوط باهتمامهم ومبسوط بحسن التنظيم ومبسوط ايضا بان اكبر نسبة اقبال هي الشباب، فده شيء مطمئن وشيء عظيم. وزي ما قلنا وزي ما قال الوزير ما قال ان عمود فقري اي شعب هي ثقافته، هي اللي بتساهم في نهوض الشعوب وهي اللي ايضا عدم وجودها بيساهم في انهيار الشعوب. شكرا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.